أهلا بكم من جديد. استضافت السعودية اجتماعا هو الأول من نوعه على هامش رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، حيث يجتمع أو تجتمع وكالات الفضاء في دول المجموعة افتراضيا لمناقشة اقتصاديات الفضاء. بالرغم من عمرها القصير، نظمت الهيئة السعودية للفضاء أول اجتماع لاقتصاديات الفضاء، ضم وكالات الفضاء الدولية افتراضيا على هامش رئاسة السعودية لقمة العشرين. كان المملكة الحمد لله تترأس الجي 20، فهذه فرصة مناسبة لأنه يتم تقديم ملف الفضاء لأول مرة في دول مجموعة العشرين، وهذا يعني يؤكد للعالم ويؤكد للجميع أهمية هذا المجال وكيف المملكة تدرك هذا الشيء وتبغى تقدمه. يأمل المهتمون بالمجال الفضائي أن يستمر الاجتماع ويعتمد على مستوى المجموعات المصغرة داخل مجموعة العشرين لتنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم. اقتصاد الفضاء اقتصاد واعد وكبير جدا، يتوقع أن خلال 10 سنوات القادمة أنه يتجاوز التريليونات من الدولارات، فبالتالي جميع من الدول وكثير من الشركات والقطاع الخاص تتسابق في الدخول إلى هذا المجال. فالمملكة ليست جديدة في مجال الفضاء، فإحنا سبق أن ذكرنا أن المملكة الحمد لله لها أكثر من 40 سنة في هذا المجال. عملت السعودية على تقديم إضافة نوعية لمجموعة العشرين من خلال رئاستها عبر إضافة اقتصاديات الفضاء ضمن دائرة اهتمام المجموعة الاقتصادية الأكبر عالميا. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض. من الرياض ينضم إلينا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء للشؤون المؤسسية ماجد الشدي. سيد ماجد، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. دكتورة، بشكل مبسط المشاهد الآن ودي يفهم معنى اقتصاديات الفضاء، لماذا المملكة مهتمة فيه، والأمر الآخر ما أهمية هذا الاجتماع؟ شكرا خالد. اقتصاديات الفضاء هي عملية مركبة بين كل العمليات اللي ترتبط بقطاع الفضاء، واليوم كثير من الأنشطة ترتبط بطريقة أو بأخرى بكل التقنيات المرتبطة أو المتعلقة بصناعة الفضاء وما فيها من أجرام وما فيها من أقمار وما فيها من قدرات على الوصول والتواصل بين الأجزاء. هذا الاقتصاد لم يعد اليوم اقتصاد هامشي ولكنه اقتصاد كبير. اليوم ونحن نتحدث هذا الاقتصاد يمثل 400 مليار دولار حجمه، وسيقفز خلال بالتوقعات خلال 10 أو 20 سنة القادمة إلى أن يتجاوز التريليون، ثم في 2050 التوقعات تصل إلى 2.7 تريليون دولار. هذا الاقتصاد كبير، وهذا العمل يجعل الاهتمام به والوصول له مبكرا والتنسيق العالي فيه مهم جدا. المملكة رأت واستشعرت هذه الأهمية، ومن خلال رئاستها لقمة العشرين قدمت هذا الملف لأول مرة. لأول مرة تجتمع ويدعى الاجتماع قادة وكالات الفضاء في أهم دول في دول العشرين، ويلتئم هذا الاجتماع ويتم، وهذه من الأولويات اللي المملكة دائما تحرص عليها. القطاع الفضاء من القطاعات اللي تشهد دائما تعاونات، حتى في أيام المماحكات السياسية بين بعض الأقطاب هناك تعاون في قطاع الفضاء، لأنه قطاع يقوم على التعاون. اقتصادية الفضاء تحتاج إلى تنسيق عالي، كثير من الخدمات تمر عبر حزمة الفضاء وعبر منظومة الفضاء، تحتاج إلى أنها ترتقي وتحتاج إلى أنه يكون فيه هناك تبادل للبيانات وتطوير لهذا القطاع بشكل كبير لأجل المصلحة. أجواء الاجتماع ليست غريبة على هذا القطاع. عفوا، الأجواء الاجتماع المملكة ليست غريبة على قطاع الفضاء. الاجتماع طبعا اجتماع بحكم أنه اجتماع تأسيسي لهذا الملف وتقديمه على أجندة اجتماعات العشرين، أخذ كثير من الحفاوة من رؤساء الوكالات. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عمل على التواصل مع رؤساء الوكالات، وكثير منهم أبدى حماس عالي جدا للمشاركة فيه، والفائدة عامة. أمانة دول العشرين، أمانة اجتماعات العشرين في المملكة قدمت خدمة كبيرة. الجميل في الموضوع أنه يلتئم هذا الاجتماع في المملكة، وتدعو المملكة إلى استمرار العمل بالاجتماعات في الدورات القادمة. دولة إيطاليا، جمهورية إيطاليا هي الأمانة العامة عندها، وهي رئاسة الدول العشرين في العام القادم، والهند التي بعدها.
أبدت كثير من الحماس لهذه الفكرة اللي نبعت من المملكة وسيتم الاستمرار عليها. وهذه التجارب تحدث أحيانا في قطاعات جديدة، حدثت مع الأمير سلطان بن سلمان عندما قدم قطاع السياحة قبل 5 سنوات إلى قمة العشرين، عندما كان أيضا اجتماعات على هامش الدورات. بعد كم سنة وصل إلى أنه تكون إحدى أهم الاجتماعات وأهم المجموعات العمل في دول العشرين، واليوم هي حقيقة. السياحة صارت حقيقة بعد التأسيس الطويل اللي حصل لها. الفضاء، قطاع الفضاء أيضا يشهد الآن مرحلة تأسيس كبيرة، ويشهد مرحلة بناء سنجد إن شاء الله فائدتها وخدمتها لاقتصاد البلد ولنمائها ولدول العالم عموما. بإذن الله. نقطة إذا تسمح لي. تفضل. سريعا. نقطة تتعلق باقتصادات الفضاء وانعكاساتها على العالم، وهي جزء من رسالة دول العشرين تجاه العالم عموما. تعرف أنت اليوم، يعرفون المشاهدين والمشاهدات، أنه هذه الدول تشكل، الدول العشرين تشكل الغالبية العظمى لحجم الاقتصاد في العالم، ولكنها أيضا مسؤولة عن تقديم النماء للدول العالم شتى وللإنسانية عامة. نقطة والملمح آخر، يعني اسمح لي خالد ولو أخذت الوقت فيه، لعل من الجميل والمصادفات الجميلة أنه قبل 35 سنة يتذكر المشاهد العربي والسعودي بشكل خاص، يتذكرون مكالمة هاتفية حدثت بين سيدي خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان عندما كان في مركبة الفضاء مشاركا في رحلة فضاء كأول رائد فضاء عربي مسلم. تلك المكالمة لحضور الملك فهد الله يرحمه كانت إشارة إلى أن المملكة حاضرة، وسيدي خادم الحرمين الشريفين داعم لهذا القطاع ومتبني له، وهو فعلا من أنشأ هذه الهيئة في وقت خادم الحرمين الشريفين، وتحظى بكثير من الدعم، إن شاء الله بإذن الله يكون الخير للبلد كله وللمنطقة العربية وللعالم أجمع وللإنسانية. شكرا لك على كل هذه الإفادة، تمنياتنا لكم بالتوفيق. نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء للشؤون المؤسسية ماجد الشدي من الرياض، شكرا لك. تنوي وزارة الحج والعمرة التوسع في استخدام البطاقة